اهلا اتفضل اتفضل يا سيدي اتفضل اتفضل. اتفضل يا سيدي اتفضل. خير خير ان شاء الله خير. انا عارف اني ما يحقليش ان انا اعمل اللي عملته ده وعارف ان انت هتعذرني لما تعرف انا ليه عملت كده. يقعد أمر يا سيدي. تشرب ليه يا سيدنا؟ ميه. بنتكت ياسمين شابة زينة هتدرس في الجامعة، جت من مدة وقالت عاوزة تحجب، قول لها البركة. بعدها بمدة جت وقالت لازم تنجب، طوعناها. بعدها قفلت على روحها، أمها سمعتها وهي بتتحدث مع ناس، دخلت عليها لقيتها لوحديها تايهة. الحكيم قال دي حالة نفسية، اداها دواء. حالتها بقت في النازل، بقت تجري زي المدبوبة عريانة، لو حد مسكها تصرخ وتشد شعرها. قفلنا عليها الباب، بقى لا حد ينظرها ولا هي تنظر حد. خفنا لحد يشوف المصيبة بتاعتنا دي والبت يوقف حالها. طلبت ميه وشربتها. سلام عليكم. سلام عليك. يعني ايه؟ يعني دواها مش عندي. يعني الواد طارق ده اللي ما كناش عارفين هو مريض بيه، شفي على يدك وبتوخ تاني، انت عاجز عن التشفيها. اقعد حلفتك بالله، البنت فوق حالها يقطع القلب وامها هتموت روحها. قال له شوفها زي طارق وان شاء الله الشفاء هيكون على يديك. ما عنديش غير اللي اديته لطارق. جرب جرب يا سيدنا، مش هنخسر حاجة. وانا تحت امرك، طلباتك كلها مجابة والاوضة بتاعتك مجهزة بالمجاميع. اقعد اسبوع اثنين ثلاثة زي ما انت عايز. قلت ايه؟ قلت ايه يا سيدنا؟ لا حول ولا قوة الا بالله.
إن شاء الله ربنا يشفيها على دين سيدنا. تعال تعال يا سيدي، سيدنا ياخد راحته، احنا جنبك، بربة تحتاج حاجة. انت مين؟